أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: عندما أصلي الوتر أقول اللهم أجرني في إعاقتي واخلفني خيرا منها، ولا أدعو لنفسي بالشفاء من هذه الإعاقة، لأنني دائما أتذكر المرأة التي أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث وقالت إنني أصرع وأتكشف فادعو الله لي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة، أو أدعو لك الله فيشفيك، فاختارت الصبر، ولكنها قالت أدعو الله ألا أتكشف. هل ما فعلته فيه حرج فضيلة الشيخ؟ هذا شيء طيب، إذا صبرت واحتسبت الأجر فهذا عمل طيب، ويرجع لك فيه الأجر والثواب على الصبر. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأنت مخيرة بين أن تدعي الله بزوال ما أصابك، أو أن تصبري وتطلبين الأجر من الله سبحانه وتعالى. أنت بالخير. نعم.